بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربما الإنسان في كثير من الأحيان يمر بمشكلات كبيرة، وربما هذه المشكلات تهدد حياته وتهدد سمعته وتهدد وجاهته، ويكون في موضع خطير. وتعرفون وتعلمون كل العلم بأن الناس اليوم لا يرحمون أحد، يعني بألسنتهم أبدا. فهذا الرجل العزيز، هذه المرأة الجليلة الكريمة، تصبح بعد ذلك عندهم معاناة، كثير ما يتكلمون عنها، وكثير ما يتكلمون عنه بالسوء وقلة الشأن والاستهزاء والسخرية. فإذا أردت أن يستر الله سبحانه وتعالى عليك دائما وأبدا، عندما تمر بمشكلة معينة، عندما تقع في خطأ معين، ثم تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وتريد من أن الله سبحانه وتعالى وتريد من الله أن يستر عليك، ألا يفضحك، ألا تذهب وجاهتك، ولا تذهب قيمتك بين الناس، ولا تذهب كذلك لا تذهب منزلتك بين الناس، وجاهتك سمعتك بين الناس. وهذه رسالة للجميع ولنا جميعا، كيف أحافظ على ستري وستر عائلتي، بمن أتوسل؟ رجاء استمعي ما أورده آية الله السيد حسين تستغيب عن هذه الحادثة التي جرت في عهد الإمام الصادق عليه السلام، وكيف عالجها الإمام الصادق عليه السلام علاجا مفاجئا، صراحة مفاجئا يعني، وتعظيما لهذا الشأن الذي سوف نذكره في الرواية. روى آية الله السيد حسين تستغيب أن امرأة كانت تزني أعاذنا الله وإياكم، وتضع أولادها فتحرقهم بالنار خوفا من أهلها، ولم يعلم بها غير أمها، فلما ماتت دفنت، فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض، رفضتها وأخرجتها خارج الأرض، فنقلت من ذلك المكان إلى غيره، فجرى لها نفس الشيء. فجاء أهلها إلى الإمام الصادق عليه السلام وحكوا لها القصة، فقال الإمام الصادق عليه السلام لأمها: ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي؟ فأخبرته الأم بما كانت تبطن من هذا السر، وماذا كانت تفعل ابنتها في حياتها. فقال الصادق عليه السلام: إن الأرض لا تقبل هذه البنت أبدا، لأنها كانت تعذب خلق الله وهم أطفالها بعذاب الله عز وجل، لأن الحرق بالنار في جهنم هذا أمر مختص بالله وحده، وليس للمخلوق الحق أبدا أن يعذب مخلوقا آخر بالنار. ثم أعطى الإمام الصادق عليه السلام الحل ليستر على تلك البنت التي فعلت فعلا قبيحا شنيعا، قال: اجعلوا في قبرها من تربة الحسين عليه السلام شيئا، اجعلوا شيئا في قبرها من تربة الحسين، شيئا قليلا من تربة الحسين. ففعل ذلك أهلها، فسترها الله سبحانه وتعالى وقبلتها الأرض. فعندما تمر بمشكلة وتقع ضحية هذا المجتمع، وربما في فضيحة ما أو غير ذلك، توسل بالحسين واحمل دائما معك تربة سيد الشهداء. هذه التربة كما يقول آية الله الشيخ بهجت، هذه التربة التي أنت تسجد عليها، خذ شيئا منها واجعله في محفظتك، اجعله في ثوبك دائما وأبدا، عندما تخرج يستر الله سبحانه وتعالى عليك، يستر على عائلتك، ويحفظك من كل سوء ومن ألسنة الناس. جرب ولا تشك بضمان الإمام الصادق عليه السلام. أمين محمد، خادم في مرقد الحسين عليه السلام، برنامج صباحات ولا أيام.